النهارده بقى احنا مش هنتكلم بس، احنا هنحسب وهنعمل دراسه. أيوة. وهنشرح للناس كده حتى عملي يعني، فاحنا سامعينك بقى، ركزي بقى. أيوة. ركز. صباح الخير. خلينا الاول نفهم الناس اللي احنا هنتكلم على ازاي اعرف احسب السعرات اللي انا باخدها في اليوم، وهل السعرات دهيت بتخسسني ولا بتزودني ولا بتثبتني. طيب كويس. تمام. جدا. حلو جدا موضوع تثبتني دي، لسه كنت بتكلم معاك فيها فعلا. صح. فاحنا القانون بتاع الطاقه بيقول ايه؟ بيقول ان الطاقه اللي مفروض داخله تمام تبقى اقل من الطاقه اللي احنا بنحرقها الخارجه، اللي احنا بنستهلكها في الهضم وفي التفكير وفي الاكسرسايز او الحركه. كل ما الطاقه اللي داخله تبقى اقل من الطاقه اللي خارجه اكيد هنخس. اوكي. الطاقه اللي داخله اقل من الخارج. من اللي خارجه. وعايزه اقول لك ان اي نوع ريجيم معتمد على القانون ده. ان اللي داخل لازم يبقى اقل من اللي خارج. اوكي. طيب احنا اساسا بنحرق ازاي؟ بنحرق في ايه؟ الدوريه دي عامله زي الكيكه. اوكي. القطعه من الدوريه او قطعه من الكيكه دي تمام اخده اكتر من 50%. تخيلي ان 50% من حرقنا في اليوم معتمد على الاعضاء زي المخ، الرئه، القلب، الكبد، العضلات. ده مش الاكل بقى. مش الاكل خالص. دي معلومه جديده. كل الناس فاكره ان انا لما اجي اكل اقل هخس اكتر. ماشي، ما انت كمان لازم تحرق اكتر، وحرقك 60% منه معتمد على اعضاء وزنها في جسمي اقل من 5%، يعني وزنها خفيف خالص. غريبه قوي. طب يعني النفس ممكن يفرق في ان انا اخس؟ طبعا. بس ايه اللي بيزود النفس؟ الحركه. الحركه. وعشان كده اكتر حاجه متغيره ما بين شخص والتاني هي الحركه. اوكي. لان انا زي ما قلت لك ال 60% دي معتمده على حرق، والاعضاء اللي هي تشتغل زي اعضاء ايه تاني؟ المخ، الرئه، القلب، الكبد، والعضلات. تمام. وعشان كده ال 60% دي معتمده على الكتله العضليه بتاعتنا. نيجي بقى للجزء ال 10% ده هو معلش ده اختصار ايه؟ بي ام ار. بيزل ميتابوليك ريت، او معدل الايض البسيط اللي هو انت بتعمليه، انت بتحرقي وانت نايمه. الافريج بتاعنا مثلا وانت يعني نايمه كمان. كمان. يعني أوكي. انت بتحرقي كل كميه الطاقه دي وانت نايمه. طيب. فما بالك بقى لما تتحركي. أوكي. تمام. عايزه اقول هنا هوت اللي كل ما الكتله العضليه تزيد كل ما حرقنا هيزيد، لان اللي هو الجيم بقى بطبيعه الحال بصراحه يعني. كل كيلو عضل من جسمي بيحرق 80 سعر في اليوم. كل كيلو عضل بيحرق 80 سعر. 50 ل 80. بس في نقطه هنا، لان في ناس بتروح الجيم وتخس. بس تيجي هي الان بادي اللي هو فيه كده حاجه اسمها ان بادي، مكونات الجسم، بيقيس كل حاجه في الجسم. بالظبط. انا حصلت لي، فبعد ما رحت الجيم فتره لقيت العضلات قلت يعني فالترينر بيقول لي ازاي كده؟ قلت له ما انا باجي. اقول لك ما انا باجي ما اعرفش ازاي. اولا الان بودي او اللي انت تقيسي على الميزان لازم يبقى قبل التدريب. مكان قبل. شاربه ميه كويس، ما تبقيش شاربه قهوه في نفس اليوم، ما تبقيش جايه ماشيه للجيم. يعني ايه لو انت لازم ما تكونش عامله اي مجهود قبلها. اوكي. تبقي حضرتك مش فطرانه يعني قبليها بثلاث ساعات. اوكي. لكن مش اكله وجبه جامده وطالعه على الميزان، سواء ميزان عادي او الان بودي. بالذات الان يعني بودي. احنا لو خسينا والعضل معانا خس دي كارثه اصلا. يبقى في حاجه غلط في الان بودي، في طريقه قياسانك وتوقيت قياسانك. اوكي. ما يبقاش عندك دوره، ما يبقاش عندك امساك، ما يبقاش عندك غازات، كل يعني الكلام ده لازم يكون وقت معين ولازم يكون بشكل معين. لو بقى كل حاجه معين. تمام او سليمه، بس في نفس الوقت في نقصان في الكتله العضليه، يبقى هنا ساعتها بقى لازم نعمل تحاليل. يبقى ثلاث حاجات ممكن انت تكوني مش عاملاهم صح كمان، عشان العضل محتاج ميه، محتاج بروتين، ومحتاج الجيم، محتاج الحركه. طيب خلينا نكمل. خلينا نكمل. فقلت لك زي ما قلت لك ال 60% ده انت بتحرقيه وانت نايمه. تمام. تعالي على هنا بقى، ده الاكل اللي احنا بناكله. احنا بناكل بروتين وبناكل نشويات وبناكل دهون. الدهون عشان تتهضم بتاخد بس 5% من طاقه جسمنا، على عكس النشويات تاخد من 5 ل 10%. البروتين ياخد 30% طاقه عشان يتهضم. عشان كده بنقعد نقول البروتين مهم. اوكي. مهم. ده بقى الفيزيكال اكتيفيتي او الحركه. كل الناس تقول لي مش عايزه اروح الجيم، مش قادره، مكسله. شايفه بقى ان هنا
ده الجيم او ده الرياضه، وده حاجه اسمها نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموشينيسيس، اللي هو بخس فيها برضو يعني هنا الحركه بقى. يعني بيقول لك ليه حركه بركه، لان كل ما حضرتك هتقومي تنظفي الشقه، هتقومي تعملي حاجه في البيت، هتقوم حضرتك تسلم على العميل اللي قدامك وبعدين تقعد، هتقوم حضرتك تاخد حاجه من الكافيتيريا مش الاوفيس بوي هو اللي يجيبها، الحركه فيها 10% برضو. واخد بالك؟ فكل ما احنا هنتحرك اكتر هنحرق اكتر. اوكي تمام. معدل الحرق ده بقى تمام مختلف عن من واحد لواحد، في السن، في الحجم سواء بالطول او بالوزن، مختلف عن كمان عن طريق النوم، هل بتنامي كويس ولا لا، لان اللي ما بيناموش او ما بيكملوش 5 ساعات متواصله تلاقي الحرق عندهم قل ل 20%. دول اكتر ناس بيبقوا رفيعين على فكره، يعني اكتر ناس بجد ما بتنامش كويس هم اكتر ناس رفيعين. طب ازاي؟ ممكن يكون الشخصية اللي انت قابلتيها وما بتنامش وفي نفس الوقت رفيعة، هي طول اليوم بتتحرك. فده بيعود ده. بيبقى ممكن عندهم هايبر اكتيفيتي، اصلا بيبقوا عندهم هايبر اكتيفيتي ولا لا؟ صح؟ الهرمونات بقى هايبر اكتيف، يعني عامة شخصية هايبر اكتيف. قصدك الحركة زيادة ولا النشاط الغدة زيادة؟ لا لا، حركتهم حركة زيادة، فمن كتر ما هم طبعا هايبر ممكن يكون ده سبب ان هم دي تعود ال 20% اللي هو بتاعت عدم. طب احنا لو عملنا بالبرسنتج، يعني لو كتبنا هنا كم بيرسنت كم بيرسنت كم بيرسنت عشان الناس برضو تبقى عارفة ده 60%. اوكي، ده بنتكلم من 5 ل 10%، وده 10%، وده 20%. فرجعتي تاني، ده مهم، ده الاساس، وده بيختلف من شخص للتاني عن ايه، السن، الحجم، الكتله العضليه، الهرمونات. على طول انت في ستريس هتطلعي الكورتيزول وهتحرقي، بس وهو بيحرق او هو بيزود معدل الحرق بتاعك، هو بيكسر للاسف في العضلات وبيخزن ميه، فتلاقي الواحد الاستريس كبير. بس هل وصل شويه؟ انا بالنسبه لي شويه وصل، بس هي القصه ان انت عايزانا على طول، او دكاتره يعني بنصحوا دايما على طول نبقى في مود حلو، يبقى مزاجنا حلو، يبقى بنمارس رياضه، تبقى صحه، بننام كويس، يعني حاجات برضو البني ادم الطبيعي بالحياه والضغط صعب ان انا اعملها، يعني برضو عارفه اللي اقول لك اطلب المعقول. أيوة. فبرضو ازاي ممكن اسهلها على الناس دلوقتي بتتفرج عليا، ان انا ما اقدرش اطلب منهم الكمال، مفيش كمال. صح، مفيش كمال. ازاي نساعد الناس برضو مع الظروف دلوقتي؟ صعب جدا. افصلي يوم واحد، يعني ايفن لو انت واحد بتتمرن التمرين ده، ظروف بتعمل ضغط عصبي، هو ده. فمش يعني ما ينفعش تروح 7 ايام في الاسبوع، لا، هتروح 6 ايام وهتفصل يوم. ده الجيم. لازم نفصل يوم. ده في الجيم او في الشغل او في الوجبات المنزليه، لان كل العوامل دي عوامل ستريس وضغط. فافصلي على الاقل يوم، اليوم ده هوت لا خلاص بقى، ابعدي كل حاجه وحاولي تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. كويس جدا. محضر لنا ايه تاني؟ اقول لك. انا بعد ما دوشت حضرتك والناس شرحنا يعني الموضوع من اساسه، نقول اسهل طريقه احسب بيها السعرات دهيت، اللي انا اضرب وزني، وزن المشاهد في 22، وليكن مثلا المشاهد في 22 قدامنا حد 200 كيلو لا 100 كيلو 100 كيلو تمام، في 22 هيطلع كام سعر؟ 2200. ده يوميا؟ ده يوميا. ده لو هو عايز ايه؟ يثبت. اوكي، ده لو عايز يثبت. اوكي، عايز يخس هيقل 500، وعايز يزيد هيزود 500 سعر. بس كده يعني وزن حضراتكم في 22، واللي هيطلع هو ده السعر الحراري اللي بتحتاجوه في اليوم، عشان كان حد بعت لنا السؤال ده في اول الحلقه بيسال نحسبها ازاي. كويس جدا. لو هنا بقى عايز اخس، فانا اقلل كام من ال 2200؟ 500 اللي هي حوالي قد ايه؟ 20 25. لكن لو قللت ال 1000 مثلا سعر، او قللت اكتر من 25%، يبقى خطر. ليه بقى؟ لان انا جسمي هيقلل خالص الحرق، هيقلل ده. هيقول لك انت محسسني، او يعني انت مقعدني في مجاعه، تمام؟ طيب هخزن. يبقى انا بالظبط، وهقلل خالص المعدلات الايض او التفاعلات اللي في جسمي.